اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم نهار جديد. لما بنتكلم النهارده عن الرياضه اللي هي من اكتر الحاجات اللي يعني بتساعد على نشر الاخلاق وعلى الروح الرياضيه، من اسمى الحاجات الجميله اللي ممكن نعلمها لاولادنا ونخلق فيهم كده ابطال ونقدر يعني نحفز فيهم النجاح. النهارده هنكلمكم عن واحده من الالعاب الرياضيه اللي كلنا ممكن نكون مارسناها في شكلها الترفيهي، سواء كان في بسين او في بحر، لانها لعبه جماعيه. نتكلم عن 6 لعيبه وحارس مرمى بيحاولوا بكل الطرق انه يحققوا اكبر عدد من الاهداف، سواء بايديهم بالمراوغه بالاصرار بالتحدي بكل اللي في ايديهم عشان يحققوا النجاح. النهارده هنتكلم معاكم عن الووتر بولو. الووتر بولو سواء كان في شتاء في مطره في سقعه ما بيفرقش مع لعيبه النهارده. هنتكلم مع 2 من الابطال الصاعدين اللي بيلعبوا هذه اللعبه بحب شديد واصرار. خلوني ارحب بيهم في نهار جديد، وهنبتدي مع محمد هشام لاعب كره ميه. اهلا بيك يا محمد. وكمان معانا عبد الله حسين عزمي لاعب كره ماء. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. نورنا وشرفنا يا شباب الحقيقه، ومبسوطه قوي انه يعني 2 من الشباب اللي يعني فعلا يفرحوا كده القلب. اولا موضوع الووتر بولو هي فعلا من اصعب واعنف مكتوبه حتى في جوجل كده، بس هي من اصعب اللعب الجماعيه في العالم، يعني اصعبهم هي والامريكان فوتبول من اعنف الالعاب. خليني ابتدي معاكم كده من الاول خالص، ابتديتوا ازاي لعبه الووتر بولو، او ايه اللي خلاك تفكر يا عبد الله انك تخوض اللعبه دي، اشمعنى دي دونا عن بقيه الالعاب الاخرى؟ اللعبه دي عشان حسيتها مختلفه، وعشان والدي يعني شجعني عليها، وكان اخويا برضو الكبير بيلعب اللعبه، فانا كنت عايز ابقى زيه عشان انا يعني بديها من زمان، فكنت بقتدي بيه يعني. حلو. بدات من امتى؟ 2012. 2012 حلو جدا، بقالك فتره يعني كبيره في اللعبه. ومحمد؟ انا كنت بلعب سباحه، والصراحه هو والدي كان حابب السباحه جدا، وكان يعني عاجبه ان انا اعوم وكده، ان انا العب سباحه. انا ما كنتش عاجباني خالص اللعبه. بعد كده كان بيتمرنوا جنبي بقى لعيبه الووتر بولو، بعد كده انا جربت اللعبه لغايه ما عجبتني، بس هو من ساعتها بقى انا فيها. بدات تحب السباحه. هل بتحب الووتر بولو؟ الووتر بولو بتجمع ما بين السباحه وما بين يعني الووتر بولو، يعني لازم اللي بيلعب ووتر بولو يكون شاطر في السباحه؟ اكيد. ولا اكيد؟ اكيد، ما هي محتاجه سرعه ومهاره وقوه، هي كله مع بعض. تمام، يعني لازم اكيد وقت او سن معين عشان اقدر ادخل في الووتر بولو، يعني اكون مؤهل للووتر بولو محتاج ان انا اكون اخدت وقت في السباحه وعرفت ان اقف على الميه، وعرفت ان انا ابقى ما بقاش جايبه حد مثلا ما بيعرفش لسه متعلم المشي واقول له ادخل العب كره قدم. بالظبط. هو لازم يكون اخد وقت في السباحه وبعدين دخل على الووتر بولو. ما هو يفضل دايما ان هو يكون سباح الاول، بعد كده يخش يبقى لعيب ووتر بولو. الووتر بولو عبد الله يعني شايف بتحتاج ايه في اللعيب؟ يعني ايه المواصفات اللي المفروض ان تبقى موجوده في اللعيب؟ هي بتحتاج كده كده السباحه، يعني دي حاجه اساسيه. بس هي برضو بتحتاج قوه جسمانيه يعني، وبتحتاج سرعه، ومع بقى الوقت بتبدا تكتسب مهارات، يعني مثلا ممكن تقوي رجليك، دي حاجات زياده، وبتقوي دراعاتك. بس يعني هي دي الحاجات الاساسيه اللي هي بتبقى بتساعد يعني. ورد يعني فعل سريع طبعا، يعني عايزه دايما واحد مركز ومصحصح 24 ساعه اللي هو بص حواليه كده. هي توتر شويه يعني، بس هي عايزه رد فعل دايما سريع، يعني قوه بدنيه وكمان ذهنيه طول الوقت مشغل دماغه واخد باله. انا لما بشوف او بتفرج ماتشات الووتر بولو بحس ان في صياح وفي خناق كده في يعني كان في حرب. بيبقى في معركه حقيقيه في التوتر. ما هي توتر، وكمان تحت الميه، وبيبقى يعني في احتكاكات كتير يعني. القوانين، اهم القوانين الخاصه بووتر بولو ايه؟ يعني عدد اللعيبه في الملعب، الملعب المفروض يبقى قد ايه عشان تلعبوا فيه؟ هم بيبقوا 6 لعيبه وجون. والجون اللي هو اللي احنا بنشوط عليه ده بيبقى مثلا عرضه 3 متر وطوله 90 سنتي. ما ينفعش امسك الكوره بايدي الاثنين، ما ينفعش انزلها تحت الميه كده. يعني لازم دايما الكره تكون فوق المايه. بس كده. وفي برضو اللي هو يعني مثلا لو انا الكره معايا ما ينفعش حد يروح داس عليا مغرقني تحت وياخد الكره. لازم هي قوانين يعني، لازم يحاول ياخدها هو بذكاء من غير ما يتحسب عليه حاجه يعني. ليها تكنيك
والتغيير بقى بتاع الـ 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 يعني النهارده في لعيبه التغييرات مفتوحه عادي مفتوحه ما بتبقاش في اوقات معينه او عدد لا معين لا مفتوح لا. مفتوح هي الووتر بولو واحده من الحاجات الجميله اللي احنا يعني لما بنتفرج عليها بنستمتع بيها. وانا شايفه ان انتوا بقالكم فتره يعني عبد الله من 2012 بتقول ايه اهم البطولات او اهم الحاجات الماتشات اللي دخلتها كده فارقه في الفتره اللي انت قضيتها هي مثلا في دوري مثلا الدوري المصري كان في ماتشات طبعا بتبقى صعبه لان احنا بيبقى علينا ضغوطات من النادي مثلا هو عايزنا ان احنا نحقق حاجه يعني بطوله او ميداليه او اي حاجه مع النادي فهو بيبقى محتاج مجهود بقى وتركيز وحتى بعد تحت التوتر ده المفروض نكون هادين عشان نعرف نفكر احنا بنعمل ايه نعرف نتحرك ونشوف بعض وبرده مش اي حد بتجيله كره يروح شايط على طول يعني بيبقى مثلا في واحد فاضي فلازم نديله الكره نبقى كلنا شايفينه عشان الكره توصل له وهو يعني يعرف يجيب جون يعني جميل الصور اللي معانا دي يعني دي كره الماء اللي بتتلعب زي يعني احسها كان كره القدم بس في ميه بنفس شبه القوانين شبه كره اليد اكتر يعني اي شبه كره اليد اكتر بس هي في الميه يعني قريبه من يعني الهاند بول برضو في في القوانين بتاعتها لا مش هي القوانين بس يعني هي نفس طريقه اللعب ونفس التحرك في الملعب وكده جميل يعني نقدر نقول ان هي بتجمع اكتر من لعبه تحس ان انت بتجمع اكتر من لعبه في الووتر بولو خلينا نقول انه يعني محمد الووتر بولو اللي بيميزها عن اي لعبه تانية ايه الحاجات اللي بتشوف الووتر بولو تحس ان هي مختلفه وهي دي فعلا اللي من خلالها يعني ممكن كمان تدخل الاولمبياد بيها هو انا يعني انا كمحمد انا بصراحه بفضل يعني بتعجبني اكتر اللعبه ان انا يعني بحتك باللي قدام اللي هو يعني مش هتعدي مش دي حاجه فيا اللي هو مثلا دخل بالكره ما فيش بقى اللي هو يعني فاول مش المسه فاول لا الفاول بيبقى بصعوبه شويه واللي هو مثلا لو فاول عنيف بتاع بيبقى طرد هو 20 ثانيه في طرد 20 ثانيه بس مش كارت احمر اللي هو اطلع بره الماتش على طول لا هو طرد 20 ثانيه 20 ثانيه يعني ما ينفعش اقط يعني ما ينفعش اطرد في الماتش اكتر من 3 مرات لو اكتر من 3 مرات خلاص بقى اطلع بره ماتش خلاص مركزك ايه في اللعبه انا يعني سنتر فور اللي هو راس الحرب خلينا نترجم عشان المشاهد البسيط برضه يبقى معانا وعبد الله سنتر باك او مدافع يعني مدافع تمام حلو جدا شايف انه يعني اللعبه زي دي علمتك ايه او اديتك ايه حسيت ان استفدت منها ازاي ادتني برضه اللي هو تركيز في الملعب وسرعه رد فعل ان انا ابقى دايما مركز مع اللعيبه وابقى شايف وسامع المدرب برضو يعني عشان مثلا بيبقى في تعليمات هو بيبقى عايزنا نغيرها واحنا في وسط الماتش فبيقولها لنا فاحنا لازم نكون مركزين وادتني قوه بدنيه وادتني برضو سرعه شويه في العوم يعني هايل يعني بتكسب الواحد مهارات كتيره جدا وتخليه تساعده على حياته العاديه يعني التركيز السرعه في الاداء لعبه العمل الجماعي وده اعتقد مختلف عن اي لعبه النهارده يعني السباحه لما الواحد بيلعب فيها بيبقى بالارقام فردية والفوز لعبه جماعيه انت النهارده لما بتكسب الفريق كله بيكسب وبينجح بالتالي في تشجيع على العمل الجماعي اهم البطولات اللي خدتوها انا شايفه يعني ترابيزه منوره بالميداليات الجميله بتاعتكم والكاس والشهادات فلو ابتديت مع محمد وهتنقل لعبد الله ايه اهم الحاجات اللي خدتوها كان في بطولات وديه طبعا وبطولات رسميه ويعني احنا في سننا لعبنا بطوله عمومي اللي هي الفيرست تيم ولعبنا الفي يعني لعبنا اكبر من سننا 2002 2003 2004 احنا وصلنا 2005 يعني بس نلعب لغايه الفيرست تيم فوق وكسبنا بطوله وديه اللي هي بطوله القاهره لسه كسبناها السنه اللي فاتت وكسبنا دوره رمضانيه برضو اللي على الشاشه دي شهاده تقدير محمد دي اسمها هداف البطوله كنت اخدت هداف بطوله اكتوبر والكاس ده بتاع الفريق بقى ده كنا يعني خدنا البطوله برضه ده حاجه مختلفه في بطوله ثانيه تمام عبد الله بقى كلمنا على اهم الميداليات اللي اخذتها والبطولات اللي دخلتها في بطولات وديه كنت من زمان وانا صغير فذكرياتها لسه معايا يعني فالبطولات دي اللي هي مثلا اول بطوله خدتها دي كنت فرحان جدا يعني اكيد
وفي برضه اللي هي بطوله القاهره دي عشان كنت لعبت فيها حلو يعني الحمد لله ربنا كرمنا كلنا يعني وجبنا مركز حلو وبس. في برضه دوري مثلا 2002 و2003 والسنين دي برضه كانت مهمه يعني. الميداليات دي اخذتها في ايه بالظبط اللي معانا على الترابيزه؟ يعني البطوله اللي الميداليه اللي على اليمين دي كنت خدتها في بطوله القاهره اللي هي الاخرانيه دي. جميل. والاثنين اللي في النص دول كنت خدتهم في اللي هي البطوله الوديه اللي هي لعبتها زمان يعني هليوبلس شروق. واحده بتاعتي واحده بتاعته. جميل. انتوا الحقيقه تشرفوا بجد يا عبد الله ومحمد. يعني ولاد من اجمل الولاد اللي ممكن يشرفوا اي اسره النهارده انه بيدخلوا اللعبه وينجحوا فيها ويخلصوا ليها. وده الاهم النهارده ان انت تبقى حابب الحاجه اللي بتعملها وانك تبقى يعني النهارده لما بتتكلم عنها وعن ازاي اثقلتك وادتك مهارات بينوم عن مشوار مليان نجاحات واحنا شايفينه. وان شاء الله احنا بنتبقى لكم اكيد بطولات اكبر كمان النهارده وتبقى خلاص بقى خلصنا الناشئين دي ولعبنا بقى ليه بطولات الكبار بقى فان شاء الله. لكن خلينا بقى لما بنتكلم عن واحده من الحاجات اللي بتفرق كمان مع لعيبه الووتر بولو المعسكرات التدريبيه. ازاي بتثقل لاعب الووتر بولو؟ المعسكرات التدريبيه بتبقى مكثفه اكتر لان المدرب بيبقى معاك طول الوقت فانت بيبقى شايفك انت بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتنام امتى وبتصحى امتى وبيبقى في بقى اكتر من تمرينه في اليوم طبعا يعني مثلا مش تمرينتين مثلا بيبقى في تمرينتين ثلاثة أربعة يعني على حسب بقى اليوم بيبقى ماشي ازاي. واكيد مثلا مش بيبقى طول الوقت تمرين يعني مثلا بيبقى في 5 أيام تدريب ويوم مثلا بيبقى اجازه كده عشان نخرج بقى وما نبقاش متنشنين اكتر يعني. حلو. ومحمد شايف المدرب ازاي بيبقى عليه دور مهم جدا؟ انا شايفك بتضحك. واضح ان المدرب بيقوم بدور قوي جدا في حياه محمد. اكيد. هو اصلا عامل لنا رعب كلنا سواء يعني اللي انا شايفه يعني الاهم من كده ان هو يعني هو كمدرب محتوينا اللي هو مصاحبنا يعني. حلو. حتى مع فرق السن وكل حاجه سواء هو كاخونا معانا بس في نفس الوقت يعني وقت الجد جد وكل حاجه. واحد يعني من العوامل المهمه جدا في نجاح الفريق الووتر بول ان يبقى في مدرب متفاهم وقادر وقوي وفي كل العوامل اللي تنجح الفريق بتاعه واللي يقدر يثقلهم كمان بالمهارات الاساسيه والشروط والقوانين الخاصه باللعبه ويبقى متابع معاهم طول الوقت. التغذيه من الحاجات كمان المهمه جدا في الووتر بول. شايف ايه الحاجات اللي بتتمنعوا دايما منها وايه الحاجات اللي بتهتموا بيها اكتر؟ هي غالبا السكريات او النشويات بالليل بتبقى مضره لان هي بتتحول لدهون لما ما بتتحرقش. لكن هي مثلا قبل التمرين او قبل الماتش على طول بتبقى مفيده جدا لان بتديك طاقه وانت بتلعب. فهي غالبا لكن البروتين بقى بيبقى مفتوح غالبا في اغلب الوقت يعني بس ما بيستحسنش ان هو قبل الماتش عشان بياخد وقت عقبال ما يتحرق فما بيديكش طاقه على طول يعني. لكن البروتين من اهم الحاجات اللي انت المفروض تاكلها عشان جسمك يستفيد بيها يعني. يعني التغذيه والحاجات اللي كلها ممكن تساعد على انك تنجح النهارده اللاعب في لعبته اعتقد من الحاجات المهمه جدا لازم نركز عليها. ويمكن ازاي النهارده كل ام واب النهارده شايفه فيكم يعني نجاح وشايفه فيكم يعني لعبه حلوه جدا وتشجعت ان تخلي ولادها يلعبوا. ايه الحاجات اللي ممكن نقولها لها عشان تخلي ابنها مؤهل النهارده ان يدخل ووتر بولو؟ هل في اشتراطات معينه عشان تخلي لاعب الووتر بولو يبقى لاعب محترف او هو اكيد زي ما قلنا في الاول هو هي اراده. هو لو واحد عايز يبقى كويس في حاجه يبقى كويس فيها حتى لو كانت ايه حتى مثلا لو هي يعني هي بتحتاج واحد جسمه كبير يعني مثلا كده فهو لو واحد حتى جسمه صغير بس هو عايز عنده الاراده انه يبقى حاجه هيبقى كويس فيها. شايف ووتر بول محتاجه تنتشر اكتر في مصر عندنا يمكن أكيد. في ناس لحد دلوقتي لسه ما تعرفش عن الووتر بولو بس هي حاليا يعني هي يعني بتنتشر في السن الاصغر دلوقتي لان في اكاديميات بتتعمل مثلا في اكتوبر مثلا او في التجمع فبيعملوا اكاديميات وبيعملوا بطولات حتى عشان يشجعوا الاطفال ان هم يخشوا اللعبه ويعرفوا ناس كتير عليها يعني على المستوى الكبير كمان وعلى النوادي الكبيره والاهلي والزمالك النهارده بنشوف ووتر بولو ففي اهتمام النهارده كمان من اتحاد الكره بيها وانه يبقى يعني على مستوى الكبار بتدخل النهارده وفي بطولات على مستوى العالم.
فده كله النهارده يساعد النهارده ان ازاي ننشر اللعبه اكتر ونفهم الناس باهميه اللعبه اللي معمولها حساب كبير قوي عندنا النهارده في مصر. طبعا. بما انها لعبه جماعيه وبتحتاج تركيز قوي جدا في اللعبه وبشوف زي خناقه زي معركه يعني وصياح وصوت كبير قوي في اثناء الماتش يعني. شايفين يعني النهارده عدد اللعيبه محتاج ان هو يكبر ولا ان كان في من فتره اقتراحات ان الست لعيبه لا احنا عايزينهم خمسه. احنا عايزين نقلل مساحه الملعب من 30 ل 25. شايفين ده هيساعد اكتر ولا لا بالعكس عدد اللعيبه كل ما يزيد يبقى افضل؟ لا هو عدد اللعيبه يعني انا شايفه ان هو عدد مثالي لان على حسب الخطط اللي احنا بنشتغل بيها فانا اللي انا شايفه ان ده عدد كويس لكن لما يقل طبعا بيوسع الملعب بالنسبه لنا فبيزود التحركات بتاعتنا مثلا ده يتحرك كده ده يتحرك كده فبيلخبط اللعيبه للخصم يعني. فهو كل ما الملعب كل ما اللعيبه بتقل كل ما الملعب بيبقى بالنسبه لنا اكبر. هايل. فده يبقى افضل وفي صالح اللعبه اكتر. مثلا محمد مين اللي شجعك ومين اللي كان وراك ومين اللي تحب تحييه دلوقتي وسواء كان من زمايلك من صحابك من اهلك وقف جنبك وحسيت انه فعلا كان عامل مساعد ليك انك تنجح في اللعبه؟ هو طبعا الاكبر مننا يعني انا اول ما دخلت كان في الفرق الاكبر مننا كانوا دول بيشجعونا واللي هو كان بيعلمونا ان احنا يعني نستحمل اللعبه وكده. وطبعا في بقى في زمايلنا في المايه ويوم معانا احب اسلم على زهران زوق ده معانا في الفريق يعني وهو ده يعني من اكتر الناس اللي بيشجعنا جامد في المايه يعني بيدينا اللي هي الموتيفيشن اللي هي الحماس بيبقى في المايه كده شجعنا على طول يعني. وعبد الله تحب تحيي مين برضه؟ من اللعيبه لا يعني في اغلب اللعيبه من كلها. اهلك من حد سندك كده كده من شجعك. اهلي والدي هو اللي كان واقف في ظهري في اول اللعبه ولحد دلوقتي واقف في ظهري ودايما بيحاول ان هو ما يعني يخليني مش محبط من اللعبه حتى لو مثلا خسرنا ماتش او حاجه بيقعد يحفزني ويقول لي ولا يهمك وعادي والماتشات اللي جايه كلها هتبقى احسن ان شاء الله. فوالدي من العامل الاساسي واخويا برده عشان برده هو كان ليه خبره كان لعيب منتخب فكان يعني ليه خبره بقى في الملعب وعارف بقى امتى بعد ما بتخسر من الماتش بتبقى حاسس ازاي وكده فكان برده بيكلمني يعني. عظيم. يمكن انا شايفه اتنين من الشباب الصغيرين احنا قلنا في ثانويه عامه في ثانويه اي جي وثانويه عامه. يعني عشان تبقى في وقت زي ده دراسي صعب بتمارس لعبه كمان صعبه مش سهله تعتبر من اعنف الرياضات شايف ازاي بتقدر تحقق التوازن ده؟ في اغلب في وقت الدراسه اغلب التمارين بتبقى بالليل يعني مثلا من الساعه 7 او 8 فانا بنظم وقتي ودراستي في ان انا بخليهم الصبح يعني يبقى اغلب حتى لو مثلا عندي دروس او حاجه بحاول اخليها تبقى بدري عشان اعرف اذاكر واخلص وحتى لو عندي واجبات او حاجه اخلصها ويبقى بالليل ببقى متفرغ للعبه اكتر ويبقى عندي وقت اكتر لانها برضو لعبه مهمه بالنسبه لي واعتقد بالنسبه للعيبه كتير يعني. ومحمد يعني مفكرتش تقول مثلا لا طب احنا دلوقتي في مرحله مهمه وثانويه بقى واجل شويه اللعبه دلوقتي ولا لا لا هو خالص هو اصلا المشكله ان هي لو ريحت اسبوعين حتى الاسبوعين بس هي بتفرق في المايه بيفرق جدا يعني المستوى بيقع طبعا بس وقت الدراسه هو دايما بطولات بتبقى وقت الدراسه يعني بطولات في الشتاء والمذاكره في الشتاء احنا بنبقى بادئين مثلا التمرين اللي هي المكثفه جدا دي بتبقى في الصيف اللي هي وقت الاجازه بعد كده وقت يعني وقت الدراسه بقى بتبقى البطولات فهو التمارين بتبقى اقل طبعا واحنا بنذاكر الصبح وبعد كده ننزل بالليل بقى سواء تمرين او ماتش. حلو التنظيم وحلو ان انا اخلي الرياضه معايا مكمله وما اسيبهاش لان هي عامل محفز ومساعد قوي جدا في كل مناحي الحياه ومنهم الدراسه. شايفين احلامكم وطموحاتكم فين؟ يعني هل واحده من احلامكم ان تنضموا للمنتخب فيما بعد؟ طبعا ده حلم كل لاعيبه مصر تقريبا ان هم يخشوا المنتخب لان يعني برضو مع انها رياضه مش منتشره بس فيها لعيبه كتير وفيها لعيبه مميزه كتير فاللعيبه دي بتبقى عايزه تخش المنتخب عشان تعمل فرق بقى. في ناس بتبقى عايزه تخش المنتخب عشان يبقى اسمها دخلت المنتخب لا يعني انا عايز اخش عشان اعمل فرق في المنتخب طبعا وابقى عملت فرق في تاريخ مصر مثلا في كره المايه ونلعب مثلا بطوله افريقيا كاس عالم ده اكيد طموحنا يعني. انا بشكركم وبحييكم على وجودكم معايا وبتمنى لكم كل التوفيق وتحققوا كل البطولات
وترفعوا اسم مصر كده النهارده في المحافل الرياضيه ان شاء الله، ويبقى على ايديكم ناخد الميداليات في الاولمبيات ان شاء الله. بشكر لعيبه النهارده الجمال. هو هبتدي مع محمد هشام لاعب كره ماء، بشكرك وبحييك، نورتنا. كمان عبد الله حسين عزمي، بشكرك وبحييك وبتمنى لكم التوفيق كمان في الثانويه العامه ان شاء الله كده، يعني نسمع عنكم كل النجاحات سواء كان في الجامعات او في البطولات. اتمنى كل مشاهدينا الكرام يكونوا استمتعوا النهارده بهذه الفقرات اللي كانت معانا النهارده، واتمنى كمان نشجع اولادنا على الرياضه. رسولنا الكريم من قديم الازل قال لنا علموا اولادكم السباحه وركوب الخيل والرمايه، فاعتقد دي وصيه نبويه وبتفرق جدا في حياه اولادنا وفي مستقبلهم. الى ان نلقاكم في لقاء جديد ونهار جديد، استودعكم عنايه الله وامنه الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.